الفترة دي. أنا بقول لك جزاك الله خان على مجهودك وقلت لك قبل كده وبقول لك تاني جزاك الله خان. عايز الشغل الإعلامي أطلعه لك على الإعلام؟ أنا بقول لك أحمد إسماعيل الله يعزك وأبيعك في الإعلام. عندي سياحي وأبيعك أنا اللي أبيعك. يلا عشان أنت مع بعض. ممدوح بعد إذنك كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. بفضل الله سبحانه وتعالى وبنعمته تم الإفراج اليوم عن 41 أخ من المسجونين سياسيا، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى بقرار من وزير الداخلية. نحن نشكر وزير الداخلية، والقرار كان تأخر مجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكن الحمد لله صدر هذا القرار 159، ونشكرهم أيضا ونتمنى أن يصدر قرار بالعفو التام عن جميع المسؤولين السياسيين، وأعدادهم لا يتجاوز 40 شخص موجودين داخل السجن الآن. وأعتقد كي يتم إنهاء ملف الظلم والاستبداد اللي ترك حسني مبارك، نسأل الله أن يوفق المجلس الأعلى وزير الداخلية أن يتم إغلاق هذا الملف بعفو تام عن الموجودين في السجن الآن. الفرح النهاردة اللي خرجت من السجون وساعة هذا الإفطار، أنا صراحة يعني بكل إخلاص أنا بوجه لوزير الداخلية. وزير الداخلية النهاردة لما كلمت بتوع الأمن الوطني النهاردة، كان قرار الإفراج اتأخر لبكرة، لأن لوائح السجون ما بتسمحش لحد يخرج من السجن غير بعد العصر. يعني لوائح السجون بتسمح بخروج الصبح، ما بتسمحش بعد العصر. بصراحة وزير الداخلية ما إن جه قرار المجلس الأعلى بالتصديق، حتى كلم الأمن الوطني، الأمن الوطني صدق على القرار، والاثنين وافقوا على القرار على الإفراج النهاردة، ولا يبيت واحد داخل السجن. فأنا بشكرهم صراحة شكر خاص على اللمحة الإنسانية دي، وبتمنى أن يتواصل هذا الأمر إفراج عن بقية المسجونين في هذا السجن، لأن ما زال موجود ظلم وما زال موجود مظلومين من بقايا حسني مبارك في السجن، وجزا الله خير لكل من ساهم في الإفراج عنهم. الأستاذ أحمد إسماعيل أمين ولا المقر ولا التنفيذي بتاع لجنة حقوق الإنسان المقررها الأستاذ ممدوح، شكرا على المجهود هذا وجزاكم الله خير. وجزا الله خير يا أستاذ، الله يخليك، الحمد لله. شكرا يا باشا.